ما كلتيها هنا. دكتورة سعاد جليوي في فقرة صحتي في ماكلتي كتقربنا أكثر من تغذية عند طفل. صباح الخير ليلى سعاد. صباح الخير للا جيهان وصباح الخير للطاقم الفني الساهر على البرنامج. مرحبا للا مرة أخرى. إذا تكلمنا في هذا الأسبوع هذا الاثنين وثلاثاء والأربعاء على أهمية الرضاعة الطبيعية، على أهمية التنوع الغذائي من يعني خلال ستة أشهر الثانية أو ستة أشهر حتى لسنة، أكيد جاء الدور اليوم على من سنة حتى لسنتين، وهذه الفترة هذه كذلك حتى هي مهمة باش كتعطي الوليد مناعة يعني كبيرة وكترسم يعني الصحة ديالو من بعد أو سلامة الصحة ديالو من بعد. فقبل ما ندوز معك دكتورة سعاد جليوي، أنا عندي غير واحد السؤال، واش خلال فترة الرضاعة الطبيعية في الشهور الأولى واش الرضيع محتاج للماء؟ بالنسبة للحليب ديال الأم سبحان الله العظيم أنه سيكون تقلب مع الواجبات مع الحاجيات ديال الطفل. إذن إذا كانت رضاعة طبيعية فالكليب كافي. نعم نعم، ولكن إذا كان الحليب الإصطناعي فضرورة ندخلوا له الماء. طيب، وملي كيشتد الحر والحراره ولو غير معلقات في النهار جوج معالق صغار يعني بلا ما نحتاجوا ليهم، هنا نقدروا نعطيو الماء للرضيع. غير هو تنطلبوا من الام خصوصا لانها هي اللي تشرب سوائل بزاف، يعني تشرب الماء وتشرب الحليب. اذا باش تقدر توفر القدر الكافي من الماء في الحليب ديالها. طيب، اذا نمر معك دكتوره سعاد جليوي، تنويع الغذائي من سنه الى سنتين، شنو محتاج الطفل في هذا السنه هذه بالضبط؟ الا سمحتي لي على لجهتك ما ندوزو للتنويع الغذائي. نشرب عجاله لواحد الامرين في معرفه واحد العادات ديال الامهات السنه الاولى ديال الولاده. أيوه. وتقدروا ياثروا لنا سلبيا على الطفل وعلى البالغ. وهذا بمناسبه اليوم العالمي للتدخين، شنو العلاقه؟ غير نشربها بعجاله. طيب، اول حاجه بحال اللي قلتي لجهه البارح هضرتي على الخشاشه، فين كنعطيو الخشاشه باش يسكت في المراحل الاولى ديالو ديال العمريه، فهذا ما نتعجبوش انه فاش يكبر يمشي يتحشش ولا يمشي يقلب باش يهد الاعصاب ديالو بواحد الطرق غير ملائمه. نعم. ثاني حاجه اننا تنعطيو فاش قلتي كنتي بكيت نعطيو السكاته. يعني باش يسكت، نقول هو واكل شارب الحمد لله منظف شنو خاصو، فاش نعطيو السكاته تنعلمو انه باش يتهدى خاصو يدير شي حاجه فمو، وبالتالي فاش يكبر فاش يكون متوتر يدير الكارو فمو. نعم نعم، هذه مسألة مؤكدة ولا استثناءات دكتورة سعاد جليوي باش ما نخلعوش كل أمهات؟ لا، هي تثبت الدراسات العلمية أنه كاين علاقات تربية وفي السلوكات اللاواعية ديال الإنسان الطفل البالغ. طيب طيب، نعم، تفضلي دكتورة سعاد جليوي، نبداو في التنويع الغذائي من سنة إلى سنتين، شنو محتاج الوليد في هذه الفترة هذه؟ إذا من بعد سنة أول حاجة بغيت نشيرها أننا عافاكم بالنسبة للقطنية نعطيوها من بعد عام، ما عطيوهاش قبل. وبالنسبة لبعد سنة نعطيكم واحد يعني فكرة عن الوجبات الغذائية كيفاش تكون. إذا نحب أنكم الأمهات اللي تسمعوني ياخذوا ورقة وستيلو باش في الخط الحلقة نعرضهم إن شاء الله. تقريبا إذا الوجبات ديال الطفل من بعد عام تيكونوا أربعة الوجبات، يعني تقريبا بحال أربعة الوجبات. إذا في الصباح حبذا نبداو بربعة ديال الحليب ديال النمو. إلا كنا نعطيوه الرضاعة هي تقريبا 240 مليلتر، 240 علاش علاش الحليب ديال النمو؟ علاش ماشي الحليب تما ناخذو حنا كبار؟ أيه. علاش؟ لأن الحليب ديال النمو تيكون غني بالحديد بالكالسيوم وبالزنك اللي مهمين بالنسبة للنمو الرضيع من جهة وبالنسبة للمناعة ديالو من جهة أخرى. الحديد والزنك كيخضر مهم. هو 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 كرواسونس اللي كيتباع دابا في المحلات التجاريه، ولكن تبع ماركات يعني مختلفه. تبع هو لي كرواسونس ولا في الفارماسيات لي ثوازيام اج. اذا على حساب المقدرات ديالنا. طيب، ماليه. طيب، مع هذا الحليب تنزيدوا طريف ديال الخبز او حرشه او رغيفه، طبعا الحبه اللي يكون خبيز ديال الذره مدهون بزويته بلديه وبسيلة إذا كانت تصدر عشرة حرة. ودائما تنعاود نأكد إذا كان
الرابع باقي تيربع فقبل ما نعطيو هذا الحليب ضروري نعطيو حليب البزوله هذاك راه تقريبا الليل كامل هو تبارك الله غادي ياخذ حليب البزوله خيي ولكن في الصباح ضروري ديك الظهر ديال الصباح طيب اذا بالنسبه اللي تيرد البزوله باس ما نعطيو حليب الكرواسون في الحليب ديال الام ما شاء الله غني نزيدو طريقه الخبز مدهون بزيت بلديه وكما قلتي عسل حر كتوفر الى توفر عسل حر نعم غير بين قوسين يعني اللي مشاع يعني بين الامهات انه هذا حليب كرواسونس ولا حليب النمو يعني هو سكري هو يعني مسكر بزاف فيه السكر بزاف واش من بعد ما كي ما كي ما كي يحدثش مثلا تسوس اسنان الوليد لا ما كاينش هاد المساله ما وردهاش هادي ما وردهاش هاد طيب. حنا تنمشيو خصوصا انه محتاج للحديد ومحتاج للكالسيوم البنك تنشوفوا هاد الاولويه هادي واخا تفضلي بالنسبه للغدا تنديروا خضيره بحال اللي قلنا البارح دونك جميع انواع الخضار خصنا نعطيوه يعني القوق نقدروا نعطيوه لوبيا خضراء نقدروا نعطيوه الخيزو ولكن الخيزو في الاول فاش نبداو نعطيوه الخيزو نعطيوه غير كميه قليله باش ما يعصموش من بعد عاد نكثروا منه وزائد الخضره تنزيدوا بطاطا والروز علاش بطاطا ماشي خضره بطاطا ماشي خضره نعتبروها حنا دونك سكريات بطيئه الهضم بحيث ان ثلثين ديال الطبق ديالنا يكون خضره والثلث يكون بطاطا ولا روز واخا طبعا الروز يكون مسلوق زائد ضروري زبده بلديه ياك هنا ما كيحضروش اللحوم حنا جايين طيب. بالنسبه هذه بالنسبه للبروتينات النباتيه طيب بالنسبه للبروتينات الحيوانيه طبعا اللحم ولا البيض كنا تنديروا بيضه كامله ولا الحوت تنوعوا في خلال اسبوع نعم القطاني قلتي من بعد سنه ياك دكتوره سعاد من بعد سنه تندور القطاني ممكن القطاني تعوض او تعوض اللحم والبيض والحوت والبروتينات هذيك البروتينات نباتيه اما الحم والبيض والحوت فهي بروتينات حيوانيه وكذلك الحديد اللي في البروتينات النباتيه ماشي هو الحديد اللي في بروتينات حيوانيه في يعني في مصادر حيوانيه طيب وعلى الخضره والحم ولا الحوت ولا البيض تزيدوا عليه طريف ديال الخبز نعم وتنزيدوا كذلك الا كنت مثلا حنا طايرين طويجن الخضره نقدروا نعطيو التربيه معانا من بعد عام طاجين الخضره ولكن تنديروا الحق ديالو في الطبسيل باش نعرفوا شحال كلا وصراحه اللي عنده التربيه دابا كلشي ولا كيدير طاجين ديال الخضره يعني ولا الانسان يعني ما بقاش كيفكر في راسه بقد ما كيفكر في الوليد اللي معاه متفقه معك وهذاك الشيء الله يسمح لنا من الوالدين بالنسبه للكوتي يعني مع العصرونيه ولا في العصر ولا ترجع المراه من الخدمه ديالها تعطي الحليب 240 مليلتر او ياغورت او فرماج فرماجه وحده فرماجه حيت الاول تنبداو بشويه بشويه لان شويه الفرماج يكون مالح تنبداو بشويه بشويه باش طيب تروش على الذوق ديالو وتنزيدو الديسير لانه حب هذا الديسير يكون بعيد على المبله باش نستفدو منه طيب الديسير تنقطعوه اما طراف صغار ولا شرائح صغيره باش يقدر هو يتحكم فيه كاع ويقدر هو ياكل يعني حتى هو حتى هو باش نعلمو الاستقلاليه لان الاستقلاليه تبدا في 18 شهر اذا خصنا نبداو نعلمو الاستقلاليه بالذات ديالو نعم مشينا للعشاء طيب العشاء بحالو بحال الغدا من ناحيه الخضره نعم غير لا تعطيو غير الخضره يعني غير البروتينات النباتيه ما تعطيوش معاها البروتينات الحيوانيه يعني الخضره تنزيدوا معاها ياغورت او فرماج الظروف وكذلك فاكهه نعم هادشي لاله سعاد الا كان الوليد تبارك الله عنده هاد القابليه ديال انه كياكل وليدات اليوم سبحان الله يعني الشهيه مفقوده ما عرفتش علاش اللي حطيتيها ليه ما كياخذهاش وكيبعد منها فصراحه هو الاهم يعني من هذا التنويع الغذائي بعدا كيفاش نحفزوا وليداتنا على انهم ياكلوا يعني هذه مساله يعني حتى هي كتعتبر من الاساسيات في التغذيه ديال الطفل إلا لاحظتي أن البارح حضرنا في التنويع الغذائي في الطفل 6 شهور حتى العام أننا تنبداولو تدريجيا. نعم. لهذا باش نعطيو خضيرة كنا تنعطيو الخضرة الأولى تنسيني اليومين تنعطيو الخضرة الثانية. فإلا كان لاحظنا بأن واحد الخضرة تعجبو نحاولو ديك الخضرة اللي ما عجباتوش بزاف ندخلوها مع الخضرة اللي تعجبو. نعم. بلا ما يحس بالمذاق. نعم وهي راها عاطية بالتركيبة ديالها راها عاطية الإفادة. عاطية الإفادة ديالها.
نعم، شكرا لك دكتورة سعاد جليوي أخصائية طب الأطفال بالرباط. غدا إن شاء الله غنتكلموا على مبادئ التغذية السليمة عند الأطفال.